الحرس والثمرات إنا إليه راجعون. مؤمنات الأحياء منهم الأموات وصل اللهم على سيدنا محمد. Malumunuz son zamanlarda bir haftadır iki haftadır İsrail Gazze'de özellikle Filistinler üzerine bir katliam, bir vahşet icra ediyor. Ümmetin alimleri olarak bu vahşeti telin etmek ve bu vahşete dur diyebilmek, bununla ilgili bir şuur, algı oluşturmak üzere burada bulunuyoruz. Türkiye'nin ve dünyadan farklı bölgelerden alimlerimizle, Yemen'den, Libya'dan, Filistin'den, Suriye'den gelen alimlerimizle burada 100 yıl önce yine vatan savunmasında, ümmet savunmasında canlarını feda etmiş Gazze'li, Şamlı, Suriyeli şehitlerimizin huzurunda Fatiha okuyarak Gazze için dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah Rabbim oradaki bu katliama, vahşete bir dur der. Bizleri de o vahşeti durdurmaya yardımcı kılar inşallah. Gazze için tez zamanda kurtuluşun gelmesini dua ediyor ve umut ediyoruz. Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Mazluma kimlik de sorulmaz zaten. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نقف في هذا المكان العظيم، في هذا الموطن، موطن شهداء معركة جناك قلعة، هذه المعركة العظيمة التي اختلط وامتزج فيها دماء الشهداء من فلسطين ومن كل أنحاء العالم الإسلامي مع إخوانهم الشهداء من تركيا. ونحن نشهد اليوم جناق قلعة جديدة في غزة، فقد اجتمع الصهاينة ومن ورائهم الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم من هؤلاء دول التحالف الكافر، اجتمعوا جميعا من أجل تدمير غزة ومن أجل احتلال غزة العزة ومن أجل القضاء على هؤلاء المجاهدين الأبطال الذين مرغوا أنف الصهاينة بالتراب، والذين استطاعوا أن يدخلوا إلى الأرض المباركة، إلى فلسطين الأبية، وأن يعيدوا لنا أمجاد الإسلام القديمة عندما كان المسلمون يدخلون إلى بيت المقدس، وعندما كانوا يحكمون بيت المقدس في زمن الخلافة العثمانية المجيدة.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لهم مغفرة واسعة يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم. اللهم جاف الأرض عن جنبيهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم احشرهم مع الشهداء يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمه. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا الله، ارحم شهداءنا، ارحم إخواننا، ارحم اجعل قتلى إخواننا في غزة شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم وارفعهم في علين يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.